مساء الخير أعزائي المشاهدين، ورحب فيكم في برنامج وجهة لوجه. رحبوا معي بضيفتي الكريمة لهذا اليوم، معنا الأستاذة نبيلة علي خليل مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. مرحبا أستاذة. يا هلا، مرحبا فيك. وأنا أتشرف بهذا اللقاء، وأنا أشكر على شجاعتك أن تكوني معنا اليوم للإجابة على كافة الاستفسارات للمواطنين. حياكم الله، وأنا سعيدة أمانة أن أكون ضيفة معاكم في قناة الشاهد، ونبارك لكم ما تبقى من الشهر جميعا. علينا وعلى شرف، تعيدين بكل خير. أنا بتكلم معك بكل صراحة. قيل يعني في الفترة الأخيرة، وأنا أسترسل معك، وصلت لنا أوراق قالوا الأستاذة نبيلة وزعت على الأقرباء قسائم على الزوج وابن العمة وابن غير ذلك، وأنا براويك جزء من اللي سووا لك حق الرد يعني في الموضوع هذا. طبعا اسمحي لي على الكلمة المذكورة فوق، لكن شنو ردك على هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية طبعا أنا رحب في مشاهدين الكرام العزيزين على هذه القناة الطيبة، وعلى الشعب الكويتي أمانة، وأنا حرص أني أتواجد اليوم معاكم في قناة الشاهد لأنقل الحقائق أمانة. أنا مع النقد الصادق، بس ليس مع النقد اللي يجرح ويأثر على سمعة العاملين في أي مرفق حكومي كان. أنا وياك طبعا بعد ما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي الإعلام السيء، أنا أقوله هذه الأخبار، احنا نقول أسبوعين نبيلة قدرت تسوي عليها كله واستولت، وإذا هي سوت هالأمر في السابق وين رئيس الهيئة السابق عنها؟ ليش ما قدمها للتحقيق؟ ليش ما جازاها في ذاك الوقت؟ أمانة أنا قراري صدر في 16/6/2014 بتكليفي من معالي وزير النفط بترأس هيئة الزراعة، ومنذ ذاك الوقت صار للحين تقريبا شهر. فلما ما نشر عني خلال الفترة الوسائل الإعلام خلال أسبوعين، قلت أنا يمديني بهالأسبوعين أعطيها لي. البعض أشار إلى أنها سابقة. سابقة، خلينا نتكلم عن السابق. السابق أنا كنت ماسكة قطاع الثروة الحيوانية، وقطاع الثروة الحيوانية مفوضة من الرئيس الهيئة السابق أني أنا أوقع جميع عقود الجواخير بدولة الكويت. حلو. طبعا أنا وقعت 3/4 جواخير الكويت، وكنت أشرف على دراسة الملفات وعلى القرعة اللي تكون. طبعا هذه التخصيصات تعرض على لجنة في قطاع آخر اللي هو قطاع الثروة النباتية، وفي أعضاء لجنة دائما بتغير حسب القرارات الصادرة، وتعتمد من رئيس اللجنة بعدين ترفع لرئيس الهيئة، وبعدين تتحول للقطاع المعني سواء كان سمكي أو حيواني أو نباتي لتفعيل هذه القرارات، وهو بتوقيع وإبرام العقود. هذا إذا أنا كنت معطى جواخير في ذاك الوقت، فمو نبيلة اللي عطت في هذا الوقت أو في الوقت السابق. خلينا نتكلم إذا أنا كرئيسة قطاع ثروة نباتية في الوقت الحالي. أنا صار لي سنة من بعد التدوير ماسكة قطاع الثروة النباتية، أخذت مني صلاحية رئاسة هذه اللجنة. هذه اللجنة برئاسة نائب المدير العام لقطاع الزراعة التجميلية، أخذت مني الصلاحيات الكاملة، وأنا أصبحت عضو في هذه اللجنة. عضو يعني مالك أي كلمة في هذه، إلا أنك تتحفظ على بعض الأشياء وتقول بعض الأشياء كعضو، لكن هم نفس الطريقة عن طريق لجنة، وتعتمد من الرئيس، وبعدين تروح لأملاك الدولة لاعتماد العقود. فأين نبيلة من هذا الكلام اللي الجميل مصفف المسطر المطبوع؟ أمانة يشرفني أن ذول يكونون أهلي، أهل الكويت، لكن 3/4 اللي موجودين في هذه الورقة ناس ما عرفهم، وناس قالوا راح نرفع قضايا على الهيئة شلون قدرت تطلع عقودنا وتقول إن إحنا أقربائك، بنت عمك وبنت خالك يعني كل ما نشر هذا غير صحيح، غير صحيح بالمرة. وأنا مستعدة أواجه الإنسان هذا وأقول له شلون خذوا هذه القسائم، وخلي نقول إن صحت واحد من هالأثنين من أقربائي، ما هو المانع؟ كويتي صح. 21 سنة عند الملاءة المالية بحر ماله يقدر يدخل بشركة بمؤسسة حسب ضوابط وشروط الهيئة.
يدخل ما يستولي ولا نبيله تعطيه، في وفق ضوابط وشروط يقدر يدخل ويحصل مثل ما الناس حصلت. وخلوني يروحون يتابعون هذه الأسماء على أرض الطبيعة. ممتاز. هل فعلا هم قائمين بالعمل ولا استولوا عليها وباعوها بالمقابل، أم هم بالفعل قاعدين يعملون بحرمالهم وفق ضوابط وشروط الهيئة؟ كلام حلو. نعم، خلصنا من الوضع. الآن قيل على إن أحد المسؤولين في وزارة العدل تم تخصيص له قسيمة وجابوا ورقة من الهيئة العامة للزراعة وقال إن هذا ليس مخصص لي، ثم تفاجأنا في مراسلات إنها طلعت من الهيئة العامة للزراعة يعني وراحت للبلدية للتخصيص. مدى صحة المعلومات هذا نسمع. طبعا الهيئة متتغول إن تم له التخصيص إذا خلص سلسلة إجراءاتها كلها بالكامل، يعني المواطن معارف الإجراءات. الإجراءات طبعا وفق لجنة الغسائم يتم التخصيص للشخص هذا، يكتب لبلدية الكويت بمخطط المساحي، يعتمد هذا المخطط المساحي، يرجع لهيئة الزراعة، الزراعة تخاطب أملاك الدولة لإبرام العقد. لما يبرم العقد ويوقع صاحب العلاقة في أملاك الدولة ترسل مرة ثانية العقود الأصلية لهيئة الزراعة فتدخل في السيستم ويفتح له ملف. إحنا نقول هني تم التخصيص له، فأمانة كانت في سلسلة مفقودة لأن لم يتم استكمال الدورة المستندية ولم يدخل في النظام الآلي للهيئة، فهو يعتبر غير مسجل ولم يستكمل إجراءات التخصيص، إذن لم يخصص له. ولكن في كتب للبلدية. لكن في البداية في تخصيص. في تخصيص. حلو. نعم. أشكرك عشان. خلينا نتكلم الآن عن دائما يثار أن معظم الجواخير اللي قاعد توزع ومعظم الحيازات الزراعية اللي قاعد تصير توزع المال تتحول إلى استراحات. يعني ونشوفها للأجار بشبد وأنا أجر حالي حال البشر 100 دينار 200 دينار، حمام سباحة، منطقة ألعاب. يعني وين دور الهيئة العامة للزراعة في الرقابة إنه أعطيت له يعني للثروة الزراعية أو الحيوانية لتنمية وما ذلك؟ وين الواقع؟ على الواقع ماكو شيء، كلها استراحات. أمانة يعني الهيئة العامة للشؤون الزراعة والثروة السمكية عندها فرق عمل سواء كان في الوفرة أو بالعبدلي أو بالصليبية على جميع الحيازات سواء كانت زراعية أو سمكية أو نباتية، بالتعاون مع لجنة الإزالة في مجلس الوزراء، وفي تقارير مخالفات تكتب فورا تتحول لإدارة العامة للتحقيقات وتفتح قضايا. وبنفس الوقت نخاطب وزارة الكهرباء لقطع الكهرباء، ونخاطب شركة المطاحن لإيقاف أي دعومات خاصة فيهم، ونخاطب وزارة الشؤون لإيقاف ملف العمالة، نخاطب كل الجهات المعنية بهذا الأمر، نوقف أي تعاملات لهم في الهيئة. صارت على حالات؟ هذه تصير بشكل يومي أمانة، وكل هذه التقارير تعرض على لجنة القسائم وتصدر فيهم قرارات للسحب. بس المشكلة أنت ما عندك الآلية أنك تسحب فعلا من الجهة اللي تسحب في الدولة. هل هي وزارة الداخلية؟ هل هي بلدية الكويت؟ هل هي هيئة الزراعة؟ يعني هل هي وزارة المالية؟ يعني آلية سحب القسائم. آلية سحب القسائم. أنت توصل وتجري خطوات كبيرة أمانة، ونشكر العاملين في الهيئة وفي لجنة الإزالة أن أنهم يقومون في هذه الحملات. نوصل لخط النهاية، نعطي مجال اللي خالف أنه يتظلم من مخالفة، وبعدين الرد نلغي القرار ونعطيه فرصة إنه يعدل نفسه. في أمانة في ناس تتعاون معنا وتعدل من وضعها، وفي ناس تلتزم في مخالفتها. فإحنا قاعد ندور لبدائل أخرى غير المخالفة. هل نفرض عليه رسوم مالية؟ إحنا نقول إذا فرضنا عليه رسوم مالية هو لو عنده رسوم ما خالف، كان أدى وكان أنجز وكان استمر. فأمانة هذه المشكلة اللي قاعد نعانيها. قرار مجلس الوزراء قرار صريح قال السحب الفوري للمخالفات الجسيمة. السحب الفوري شنو هي المخالفة الجسيمة؟ الجسيمة أنه ما استقل الحيازة بالغرض المخصص لها، إذا تعتبر فيها جسامة. لكن أنت هل تستطيع تدخل جاخور تشمع بالشمع الأحمر تقاضي صاحب العلاقة؟ ما تقدر، تقوم الدنيا عليك. داخل هذا الجاخور أو هذه المزرعة في أصول، في أملاك لهذا الشخص،
هو خالف يدري انه بالاخير راح المخالفه تروح عنه، فامانه هذه قاعدين نعاني منها وقاعدين نحاول نلقى لها مخرج مع املاك الدوله. ليش ما في يعني انا اعرف يعني بلاغ القضاء يعني الداخليه، اذن النيابه، الدخول، حرز المخالفات، يتم حرز المخالفات، كلها اليه قانونيه واضحه حتى نقضي على المخالفه. هذه ان شاء الله بعد العيد راح يكون في حمله كبيره واسعه امانه. حلو. راح نغطي كل المناطق هذه، ما راح نتخاذل مع احد، لان امانه اعطينا فرص حاليا لجميع قسايم الخيول، لجميع المهندسين الزراعيين، لجميع المخالفين في قسايم كبد، سواء ارض فضى ما بناها او باني وفي مخالفات، اعطيناهم الفرصه، اعطيناهم مهله ما يقارب 6 شهور لتصحيح وضعهم، عشان بين لهم ان الهيئه ما قاعده تكيد لهم، لا اعطتهم هذه الاراضي وهي حق انتفاع وليست ملك. حلو. والدوله ممكن تستلمها باي لحظه من اللحظات. كان لي لقاء مع ابو عاصم قبل فتره وسالته عن موضوع الزراعه، فقال احنا وقفنا التنازل. فعلا. اليوم نلاحظ يعني قبل فتره انه كان اليوم يستلم القسيمه ويبيعها ويتنازل عنها، اليوم الامور هذه كلها واقفه؟ التنازل ما وقف لحد الان موجود، اللي وقف هو التخصيص. تخصيص. عدم التخصيص وعدم التوسعه وعدم الفرز امانه. احنا الحين قاعدين نسوي تقارير لمعالي الوزير نوضح له ان في امور ما تستاهل انها توقف وانها قاعد تعرقل اجراءات المزارعين. الفرز ممكن يفرز، التنازل ممكن يتنازل وفق اللائحة، في عندنا لائحة تنظم العمل بالهيئة ما بين الهيئة وما بين أصحاب الحيازات. وفق هذه الأمور إحنا نقدر نشتغل، نسوي له تقارير منو اللي استحق التوسعة في السابق ولم يحصل عليها لأسباب خارج عن إرادة الهيئة مع جهات أخرى بالدولة، نعد له تقارير دائمة هو ينظر فيها. المنع ليس لمجرد المنع، لكن لتهدئة الأمور وإعادة وضع الضوابط المناسبة بحيث أن الكل يأخذ حقه. يعني الفترة اللي يعني أفهم أن عملية التنازل ما زال مستمر؟ مفتوحة التنازل. مفتوحة. وفق ضوابط والشروط. الضوابط والشروط يكون باني وخالص مش أرض فضاء. أي في ناس أرض فضاء أمانة، قاعدين نعالج هذه الجزئية، يعني في ناس حصلت على هذه الأراضي بأي طريقة ما لكن ليس لها القدرة على الإنجاز، فأنا ليش أترك الأرض عندي تقعد سنة وسنتين؟ هو يعني صريح ويبي يقول لك أنا ما أقدر. ليش يتنازل عنها؟ ليش ما يسلمها للدولة والدولة ما راح يسلمها؟ عنده عقد بيده من أملاك الدولة، يعني عقد أملاك الدولة لا يجدد، حق الدولة تسحبها. إيه هو ما يجدد له، بس هني راح يقعد سنتين بدون ما ينجز، ضيع وقت على غيره كان ممكن ياخذها منه وينجز. فهذا الامر يعني اللي احنا يعني قاعد ننظر له وندرسه. يا استاذ نبيل افهم ان هناك قصور تشريعي. نقدر نقول بهذا الجزئيه، نعم. حلو، اتمنى يعني الموضوع يعني اليوم نتكلم عن مزرعه ب 200 الف وربع مليون وهي املاك دوله في النهايه. نعم نعم. حرام. نعم. وهناك يعني مزارعين يستحقون التوسعه وشغالين. لكن هناك ياخذ الارض ويبيعها للتنفع. حتى التوسعات امانه قاعد نعيد النظر في قرار التوسعات، لان انا لما اوسع على مزارع اكثر من توسعه وغيره ما يحصل، انا اقول عطى المزارع الثاني يزرع واللي وسع اخذ حقه في التوسعه. صح. فكل هذه التشريعات والقرارات قاعد نعيد النظر فيها من خلال لجان عبر مجلس يعني الاداره. الفترة الجاية الوضع مختلف إن شاء الله، راح نعيد الدراسة لما يعود فيه للمصلحة للمزارع ولنفعة هذا البلد الطيب. شيء جميل. نتكلم الآن على لجان التخصيص القسائم الزراعية واليواخر. الواحد يقدم في اشتراطات يقدمها وينتظر دوره لمي. نشوف مثلا فلان عطوه فلان ما عطوه فلان، يعني كثير من المخصص يشتكون، يعني في ناس سحبتوا منه وفي ناس ما خصصتوا. متى ننتهي من هالقضية ويصير لك الواحد عارف متى دوره ومتى يستلم؟ اللي عنده خاصة الشباب الكويتي يكون. نعم. بعض الناس عنده حب الزراعة، يعني المتخرج مهندس زراعي عنده رغبة في عنده ياخور يعني نشاط حيوان وما ذلك، متى يشوف له يعني دعم للشباب من خلال الهيئة العامة للزراعة؟ نعم. وتكون شكلها واضحة يعني. طبعا احنا نشجع الشباب وخاصة المهندسين الزراعيين أمانة والناس اللي مهتمة في الجانب الزراعي، طبعا هاي كلها وفق ضوابط وشروط وتكون معلنة يعني في الصحف اليومية بشروط وضوابط، يكون كويتي عمره 21 سنة،
احنا ما نقول عنده الخبرة لأنه توه يعني شاب يعني في مقتبل العمر ويبي ينجز ويعمل، يقدر يدخل في هذه الأراضي ونعطيه احنا حسب اللائحة الشروط الموجودة انه ينجز خلال فترة معينة. حاليا احنا توجهنا كله على الشركات المتخصصة، وقاعد نركز على مشاريع الأمن الغذائي في الوفرة وفي العبدلي. مشاريع الوفرة الأخيرة يمكن اللي صار عليها الكلام اللي هي المزرعة المتكاملة، وفي بالعبدلي مزارع تسمين والأغنام وتربيتها، وزعنا الكثير من القسائم في الفترة الأخيرة ووفق ضوابط وشروط مالية ورأس مال ليكون للشركة، وفي أمانة إنجاز كبير ويتم الإفراج عن المبالغ المالية بعد فترة إنجاز معينة، واللي أمانة ما اشتغلوا في سحب، في قرارات سحب راح تأخذ منهم، لأن هذه المشاريع مشاريع أم غذائي ما فيها خط رجع بالمرة. حلو. نعم. أنا ذكرتي في خاصة المشروع يعني صار في لغط فيه تلقينها من حين المرسل، أنا خطبت الفتة والتشريع على الكفالة ما الكفالة الشيك ضمان. نعم. في ناس استمروا في إجراءاته، في ناس لم يتم التوزيع لهم من القسائم. نعم. انظلموا في هالنقطة. نعم. هذه شنو رأيكم كانت؟ طبعا تم الإعلان في الصحف أن في أراضي راح توزع بالوفرة مساحتها 50,000 متر لكل قسيمة. الشروط كانت واضحة، رأس المال يكون 100,000 شركة أو مؤسسة. طبعا يقدم 50,000 دينار كملاءة مالية، عفوا 100,000 دينار كملاءة مالية. في لجنة كانت درست كل الملفات، دخلوا القرعة مجموعة كبيرة، القسائم كان عددهم 396 قسيمة، دول اللي استوفوا الشروط للتخصيص. وفي ناس طبعا كانت قاعدة في الخيمة وما يالها الحظ انها تطلع في القرعة. هذه المجموعة من الناس اللي على صوتها وقالت انه في لعب وانه في ناس ما تستحق وناس خذت. صحيح. وصار في كلام كثير. أمانة تم تحويل الموضوع برمته الى الفتوى والتشريع. فتوى التشريع درس الأمر، طلع تغريرة مغاير للهيئة في أمور، قال الشيك المصدق أخذ فيه ولم يأخذ بالضمان المالي، في تكرار لأسماء بعض الشركاء في أكثر من شركة وغيرها من الملاحظات. الهيئة ردت عليه بأمور تقول له لا أنت أخطأت في هذه الجزئية لازم كذا، والشيك المصدق فعال أكثر من خطاب الضمان، وصار في أمور كثيرة وتعلق الأمر أصبح معلق. إحنا في الفترة الأخيرة أمانة أنا رفعت تقرير لمعالي الوزير عندي وبلغته أن إحنا لازم نلقى حل، وحل سليم ويرضي الجميع. قال لي شنو تأمرين عليه؟ قلت له خلينا نعيد نسوي لجنة محايدة من ناس أكفاء أمانة من الهيئة بعيدين عن اللجنة الأولى، بحيث إن احنا ندرس كل ملف على حدة ونحط فوق كل ملف شنو وضع هذا الملف. احنا ما راح نعالج وضع الملفات، احنا راح نعكس واقع الملف شنو في بطن هذا الملف، هل فعلا في تخصيص، ما عنده ورقة تخصيص، لم يسبق له التخصيص، هل الشيك المصدق موجود. اتضح معنا أمور راح نظهرها إن شاء الله في نهاية النتيجة. في ناس تشيكاتها الضمان أو الخطاباتها انتهت، في ناس كانت صلاحيتها أقل من الفترة المحددة. قاعد تظهر معنا أمور أمانة المضبوط مضبوط واللي مو مضبوط. حلو. شنو أسباب إنه مو مضبوط؟ راح نعكسها مع نتيجة الهيئة ونتيجة الفتوى. الفتوى كانت تقول مثلا هذا سليم، والهيئة كانت تقول هذا سليم، بس اتضح في اللجنة المحايدة انه مو سليم والعكس صحيح، واخذ على كل ملف. فراح قلت لهم لا تعالجوا لي الملفات، اظهروا لي ما في بطن هذه الملفات. حلو. على ظهر كل ملف انا اتوقع هاليومين راح تخلص اللجنة من عملها. امانة انا اشكرهم، يشتغلون من 10:30 الصبح للساعة 5 المساء، مجموعة من الأكفاء الكويتيين الشباب قانوني مالي متخصصين قاعدين يدرسون كل ملف على حدة، وراح يعرضون علي ملف ملف، الملف اللي يستحق يستحق ملف ملف, ملف, ملف. كل ملف على ظهره حاطين لك الشروط، مستوفي اكس مو مستوفي وما هي الأسباب. حتى لو يلنا صاحب العلاقة بعدين ويقول والله ليش أنا ما فزت، نقول له أخوي هذا ظرفك، هذه مشكلتك،
أنا ما أقول أروح عالج وتعال أحطها في ملفك، لا، هاي ملفك، هاي الموجود. فراح تكون الأمور كلها واضحة وراح تعلن للجميع، وأتمنى أن ما يطعن فيها أمانة، لأن بعد جهد أكثر من هذا الجهد بذل يعني ما راح نلقى. حلو. نعم. في قضية وحيلة للنيابة العامة من الهيئة العامة للزراعة، شنو قصة الإحالة للنيابة العامة؟ ما في شيء راح للنيابة العامة. ما في شيء راح للنيابة العامة. سمعت أن المدير العام السابق قدم بلاغ للنيابة العامة، أشر على رسالته اللي هي نفس الموضوع هذا لحالة النيابة، لكن لم يأخذ إجراءاتها القانونية. أنا اتبعت الموضوع شخصيا، والعلاقات القانونية بلغونا أنه لم يتم تحويل لنا الخطاب رسمي لتحويله للنيابة العامة. ممتاز. فالموضوع محفوظ في الهيئة. إنزين، أنا يعني في أحد الإخوان يعني سنة يقول مزارع الناس اللي سحبوا مزارع وماخذين فلوسهم، في ناس يعني سحبوا وفي ناس باعوا وشروا وانسحبت قسائمهم، شنو موقفهم هذول؟ ناس اشترت يعني يقول لك مزارع الناس اللي سحبوا مزارع وماخذين فلوسهم، الظاهر كانت عندهم قسائم بالباطن بايعينها، وقامت الهيئة العامة للزراعة استرجعت هذه القسائم، صار في مواقف نفس هذه. خلي راجعنا الشخص هذا أمانة عشان نفهم من الموضوع بالضبط. ممتاز، أتمنى من اللي باعث السؤال يراجع الأستاذة نبيلة تجاوب. نعم. عليه. في مزارع موقفينها حق المستحقين؟ للمستحقين؟ إيه؟ في خير كثير أمانة، في الفترات القادمة راح نعلن عنها أمانة وفق ضوابط وشروط، واللي يستحق ياخذ. ممتاز. واحنا طالبين اراضي حاليا على خط سالمي. ايه؟ والشقايه ما بين 5000 الى 10000 متر مربع، في حاله موافقه البلديه والمجلس البلدي راح تتوزع للمواطنين. احنا ننظر، ما ننظر فقط للناحيه الجماليه او للتنميه الزراعيه، هم ننظر للناحيه الامنيه والسياسيه والبيئيه في نفس الوقت. يعني تكلمنا على قسائم الوفره وعددها 396 وأن فيها تجاوزات ومخالفات، وشكلت لجنة تحقيق لمعرفة التجاوزات، وقلت وين وصلت هذه اللجنة الآن في إطار العمل. نعم. وقفت توزيع القسائم هذه؟ هي حاليا واقفة. واقفة. نعم واقفة. يقول أنت كنت نائبة لجنة القسائم وتم اعتمادها من قبلك في السابق، هل اعتمدتيها على تجاوزها؟ أنا عضو في هذه اللجنة. عضو. أوكي. وفي أشياء كنا نتحفظ عليها أمانة، وفي أشياء كنا نعتمدها وفق الضوابط والشروط. حلو. اتهامات كثيرة ما ودي أتطرق لها. خليني أتكلم. يقولك يعني هناك اتهام بعملية تنفيع بإحدى يعني تكلمنا على هالموضوع هذا ورديت إنه ما في مقربين. نعم. ومن ذلك. خلي نتكلم الآن عن طموح الأستاذة نبيلة والهيئة العامة للزراعة. يعني جتنا فترة ننتقد الزراعة بكثير، قبل ما أروح الانتقاد صار عقد، وأنا يمكن انتقدت بسخرية موضوع الحديقة الحيوان تكرمين والقرد بربع مليون، هل صحيح توسعة حديقة الحيوان تصل إلى 3.5 ملايين الحالية؟ طبعا حديقة الحيوان من المرافق الثقافية العلمية الترفيهية. نعم. السياحية في دولة الكويت، فالإنسان يمكن لما يقول قرد هالكثر يكلف، انت لما تشوف بيئه هذا الحيوان وسلوكه اي نعم يستحق ربع يستحق مليون. بعدين هذه قيم تقديريه. يعني احنا نقدرها، نتكلم على هالقصه والعقد هذا. اي احنا نتكلم عن اسعار تقديريه وفق اسعار السوق المحلي. انت تتكلم عن مبنى الفيل بضخامه الفيل بحجم الفيل كم وزن الفيل، احنا حاطين حاليا اعمده حديد عشان نوقف طوفه مبنى الفيل، لأن بأي لحظة ممكن ينهار ويطلع الفيل ويطلع الجمهور، من راح يتحمل المسؤولية هذه؟ فإحنا لما نحط قيم تقديرية إحنا شايفين السوق وعارفين إن الفيل شنو يحتاج، أطنان من الصبات ومن الموت وطريقة الأرض وشون ترتفع وشون إنه يكون على مستوى الزاير بس إنه ما يقدر يلمسه ولا حتى يقدر الفيل ينزله، نشوف بيئة هذا الحيوان، نشوف سلوكه ونقدر المبنى. يعني عفوا المبنى المكان صار قديم، انا اذكر واحنا يا هال صغار وقبل يمكن كان يروح، لمتى المكان هذا موجود وتدفع الدوله فلوس؟ لماذا يخصص له خارج منطقه العميريه ومكان يكون وسيع نفس حدائق العالم نشوفه؟ يعني نعم. المكان مهما رمى على يعني مهما صرفت الهيئه العامه على صرف حديقه الحيوان اصبحت يعني ما زالت يعني مش الرغبه الكبيره يعني. طبعا حديقه حيوان الكبرى هذه الحلم
واللي راح يتحقق قريبا إن شاء الله. تم اعتماد أرض في غرب الجهرة بمساحة 1,400,000 متر مربع، وتم اعتمادها من المجلس البلدي وتثبيت حدودها، وهي مدرجة السنة في ميزانية الهيئة بمبالغ للدراسة والتصميم، فإن شاء الله راح ترى النور يعني على السنوات القادمة. والحديقة الحالية بشرط من بلدية الكويت أنها تتحول لحديقة عامة كمتنفس لأهل المنطقة ولأهل الكويت. شيء حلو. نعم. بنتقل إلى أمور ثانية. إحنا عندنا سنتنا كلها اتهامات، وكتفي ورديتي على الأصل. نعم. يعني الفترة هذه يعني إحنا نخاف من قضية، تكلمنا عن حديقة الحيوان والتجهيز للعيد الفترة هذه والتوسع. نعم. إن شاء الله. مكافحة موضوع إنفلونزا الطيور انتهى من خطورته؟ يعني خلصنا منه ولا ما زال في خطورة من هالموضوع هذا؟ طبعا إنفلونزا الطيور هذه واجهت المزارع الدواجن دولة الكويت في عام 2007، وتصدينا لها أمانة يعني كل العاملين في الهيئة، يعني من رئيسها لأقل موظف، في يعني في كل وقتنا وفي كل جهدنا أمانة أن نقضي على إنفلونزا الطيور، وبأمانة وبميثاق من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية أن الكويت قدرت تقضي على هذا المرض خلال 3 شهور وفق الإجراءات. طبعا احنا قاعد نتابع قطاع الثروة الحيوانية، يتابع قطاع الدواجن سواء كان اللاحم أو البياض وفق ضوابط معينة وإجراءات سليمة، وعملية التحصينات والتنظيف والرقابة هذه كلها بحيث أن هذا المرض لا يعود إن شاء الله، وإن شاء الله ما يعود إن شاء الله. موضوع اللي تكلموا عليه في منطقة الري، قسم الزرايب يسمونها الغنم وصفات الغنم والأمور. نعم. هذه يشتكون أنه تم إزالتهم وشالوهم وودتهم مكان خلاص، المنطقة هذه أغلقت نهائي. هذه تتبع بلدية الكويت. تتبع أمانة. ما تتبع لكم؟ لا تتبع بلدية الكويت. حلو. تكلمنا على الإنفلونزا وتكلمنا على استعداداتكم. يعني بالنسبة حق يعني إنفلونزا الطيور نقدر نقول انها انتهى موضوعها في الكويت وما ان شاء في الله وما تعود وفق الضوابط والشروط. زين بالنسبه للرقابه على، يعني احنا نلاحظ الاسعار يعني وقت العيد الاضحى الذبيحه على اعداد المزارع تصير الاسعار توصل ارقام خياليه، يعني 160 و180 و200 دينار. شلون تقدروا توفرون الدعم الحيواني عن طريق المزارعين تقليل الاسعار في الكويت؟ الاسعار امانه تتدخل فيها وزاره التجاره اللي هي الرقابة على الأسواق سواء كانت سوق السمك أو سوق الأغنام. نعم. هذه مسؤولية وزارة التجارة، الهيئة دورها إشرافي. نعم. احنا نقدم الدعم سواء للصيادين أو المزارعين أو لمربين الثروة الحيوانية، الدولة أمانة متكفلة بتقديم الدعم لهم اللي هو دعم الأعلاف أو دعم للمحاصيل أو للنباتات الخضراء أو لدعم النخيل بمختلف أنواعه، لكن بالمقابل الأسعار هذه تدخل فيها وزارة التجارة وهي اللي تأثر على الأسواق. حلو. في أحد الأخوان اتصل على موضوع سحب القسائم مزارع الخيول، أنه سحبه قسيمته. نعم. شنو قصة السحب لمزارع الخيول؟ طبعا كل القسائم بمختلف أنواعها وأنشطتها إحنا كهيئة زراعة نراقبها ونراقب أدائها، طبعا حسب الترخيص الإداري اللي توقع وأبرم مع أملاك الدولة إنه ولا فترة سنة إعداد وتجهيز وإجراءاته مع البلدية. في قسائم لم تعمل أمانة، في أراضي خلينا نقول الأرض مثل ما هي أرض فضاء ولم يتم تسويرها ولا وضع البير ولا الأمور اللي هي مكونات المشروع. في الفترة الأخيرة تم سحب هذه القسائم، لكن أمانة أنا عطيت فرصة ومع كل الجروب اللي موجود في اللجنة فرصة لما تم سحبه في الفترة الأخيرة، سواء كانوا قسائم تربية خيول العربية الأصيلة، قسائم المهندسين الزراعيين، أصحاب الجواخير الأرض الفضة اللي ما اشتغل لظروف ما، أصحاب الجواخير اللي خالفوا نوعا ما بعض المخالفات، عطيناهم فرصة يعيدون نفسهم ويعيدون تأهيل الأراضي هذه خلال 6 شهور، وسجلوا تعهدات على أنفسهم أنهم ما يعيدون المخالفة وأنهم راح يؤدون النشاط المطلوب منهم أمانة. فأنا أحب أطمنه وأقول له كل أصحاب الخيول العربية الأصيلة راح نخاطب أملاك الدولة
باسترجاع، لأن في اللجنة الأخيرة لغينا القرار وراح نرجع لهم الأراضي بحيث أنهم يقدرون يعملون فيها من جديد، وراح نخاطب أملاك الدولة بهذا الأمر. حلو. أنا عندي كتاب موقع من الدكتور علي أبو عاصم على العمير، يعني كاتب يعني وجه لرئيس مجلس الإدارة والمدير العام لهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في 3 يونيو 2014، أننا اللجنة انتهت، التزام الهيئة بموعد إجراءات القرعة، عدم الالتزام الهيئة بشطر رأس المال، عدم الالتزام الهيئة باستبعاد الشركات، عدم تقديم بعض الشركات لمؤسسة خطاب الضمان اللي تكلمنا عليه، حصول بعض الشركات أو الشركاء على أكثر من قسيمة بالقرعة اللي تكلمنا جريت، شابت إجراءات الهيئة بدءا من تلقي الطلبات لوقت إجراء القرعة المخالفات المبينة بالتقرير، وأنها تضمنت التحقيق تضمنت 227 شركة ومؤسسة لم تستوفي شروط التخصيص، وطلب الوزير إحالة الموضوع للنيابة العامة، وطلب إعادة جميع خطابات الضمان مع وقف الإجراءات. هذا الكتاب صار فيه هذا الكتاب هذا تقرير معالي الوزير على تقرير الفتوى والتشريع. حلو. رفع لي رئيس مجلس الإدارة السابق للهيئة وعطى بالتوصيات اللي طلعت فيها لجنة الفتوى والتشريع. مثل ما قلت لك احنا بموجبها الهيئة ردت على هذا الكتاب، فالرد صار مغاير لتقرير الفتوى والتشريع، ومن أثرها أنا قلت لك سوينا هذه اللجنة المحايدة اللي قاعد تدرس كل الحالات، اللي قاعد تدرس كل ملف على حدة وتظهر لنا شنو موجود داخل هذا الملف عشان إحنا نسكر كل الملاحظات، لأن مثل ما تعرف تقرير الفتوى والتشريع إرشادي ومو ملزم أنك أنت تأخذ فيه، لكن هو يرشدك ينورك في بعض الجزئيات وانت تاخذ فيها وفق الضوابط والشروط، بحيث انت ما تتحابى ولا يعني ترتكز على ملفات معينه، الملفات كلها واضحه وراح يكون على برنت على كل ملف ماذا يحوي داخل هذا يعني الملف. راي الفتوى والتشريع غير ملزم للهيئه، هو يعني ارشادي احنا راح ناخذ فيه في بعض النقاط، يعني راح يكون لنا يعني مثل المناره اللي نسترشد فيها، بالإضافة إلى الضوابط والشروط اللي وضعتها الهيئة بقناعة أمانة، وراح ندرس ونشوف الأنسب وراح ناخذ فيه. أيضا في تقرير مرفوع من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام يبين عن تقرير لجنة التحقيق حول تخصيص قسائم المزارع المتكاملة بمنطقة الوفرة الزراعية، مرفوع الوزير النفط في 9/6/2014، أعتقد متضمن نفس الموضوع. نفس الموضوع نعم. حلو. اللي هو رد على تقرير الفتوى. حلو. إحنا الحين بنروحك فقرة ديوان الصحافة مع زميلي صلاح القطان، وبنروح للسؤال الأخير عن تطلعات السادة نبيلة وشنها الإنجازات اللي راح نشوفها في الفترة السابقة إن شاء الله. زميلي المشاهدين ننتقل لديوان الصحافة مع أستاذ صلاح القطان. شكرا لك أبو أحمد، ونرحب ضيفتنا العزيزة، وننتقل معكم أعزائي المشاهدين لأهم ما طلعتنا به الصحف ليوم الغد. نبدأ بجريدة الشاهد ومن خطاب سمو الأمير في 10 الأواخر من شهر رمضان. الأمير ليحفظ الله الكويت وأهلها من شرور الكائدين وخطر المضللين. ندعو شبابنا لعدم الالتفات إلى ما يروج من دعوات وشعارات تشغلهم وتبعدهم عن أهدافهم ومستقبل وطنهم. أسسنا صندوقا لتنمية المشاريع الصغيرة ب2 مليار دولار، وأنشأنا وزارة للشباب لنضع أبناءنا على طريق الإنجاز والمشاركة بمسيرة التنمية. لن نبخل على شبابنا بالجهد والمال، وسنتخذ التدابير لتمكينه من تطوير إمكانياته ومعالجة قضايا. أمام الكويت تحديات مصيرية للنهوض بحاضرنا وبناء مستقبلنا، ولا سبيل لذلك إلا بتضافر الجهود. نؤكد إيماننا المطلق بقضائنا العادل المشهود له بالأمانة والحيدة والنزاهة لإظهار الحق. وطننا أمانة في أعناقنا، وعلينا المحافظة عليه متمسكين بدستورنا ونهجنا الديمقراطي. رمضان فرصة للتأمل والتدبر لمعرفة ماذا قدم كل منا لوطنه وما ينتظره من مسؤولية تتجاوز المنافع الشخصية. كذلك الكويت ندعم المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة، إشهار بورصة الكويت برأس مال 60 مليون دينار. الجراح
جاهزون لأي اعتداء على البلاد. والعثمان البدل الأمني قيد الدراسة. البلتاجي الرأس المدبر لمجزرة بورسعيد ونفذتها حماس. الطريجي يسأل وزير المالية عن تزوير العملة الجديدة. والعوضي ماضون في إقرار الأولويات التشريعية. هذا ما جاءتنا به صحيفة الشاهد ليوم الغد، وننتقل إلى جريدة القبس. في جريدة القبس سموه يدين العدوان الإسرائيلي السافر على غزة ويطالب العالم بوقفه. الأمير لا سبيل لمواجهة التحديات والنهوض بالكويت إلا بتضافر كل الجهود والطاقات وتعاون جميعا. مجزرة وحشية إسرائيلية جديدة ضد غزة، هذا أهم ما جاء في جريدة القبس. أما في جريدة الأنباء، الأمير إيماننا مطلق بقضائنا العادل، إجراءات تنفيذية لمواجهة الخروج على الشرعية. الإبراهيم وضع الكهرباء مطمئن وإضافة 1220 ميجاوات للشبكة في 2015. إسرائيل تشن أعنف هجوم على غزة منذ حرب 1967 وتخرق هدنة إنسانية لم تصمد أكثر من 40 دقيقة. السكنية تسليم أول دفعة من قسائم مشروع المطلع الإسكاني ديسمبر 2017. ننتقل إلى جريدة الجريدة. أهم ما جاء في جريدة الجريدة، الأمير قرارات ومبادرات للشباب تضعهم على طريق الإنجاز وتمكنهم من المساهمة في تحمل المسؤولية، ومتمسكون بنهجنا الديمقراطي الذي ترضيناه وبدستورنا الذي نفخر به. نؤكد إيماننا المطلق بقضائنا العادل المشهود له بالأمانة والحيدة والنزاهة. القضايا التي أثيرت هي تحت مظلة القانون وفي عهدة القضاء، وعلى شبابنا عدم الالتفات إلى ما يروج من دعوات وشعارات تبعدهم عن أهدافهم. انطلاق شركة البورصة والخالد رئيساً. إسرائيل ترتكب مذبحة في الشجاعية، مقتل أكثر من 70 وآلاف يفرون. السيسي يتوعد بالقصاص لضحايا هجوم الفرافرة. بحر العلوم لجريدة لا وساطة إيرانية لإصلاح البيت الشيعي. ومن جريدة الجريدة ننتقل إلى جريدة النهار. سموه أكد أن الشباب هم ثروة الوطن الحقيقية ودعاهم إلى عدم الالتفات إلى مروج الشعارات. الأمير قضاؤنا عادل والحقائق ستظهر. الكويت أمانة في أعناقنا فلنحافظ عليها متمسكين بالنهج الديمقراطي والدستور. قرارات خلال أيام ستضع الشباب على طريق الإنجاز والمشاركة في التنمية. الكويت تؤكد دعمها للمبادرة المصرية. التأمينات إجراءات قانونية ضد من يخلون بسير العمل. لا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي. والسعودية استراتيجية لمواجهة خلافة داعش المزعوم. وننتقل إلى آخر صحفنا الصادرة صباح الغد، وهي جريدة الكويتية. سموه أكد أن ثروة الوطن الحقيقية تكمن في شباب عدته وعماده. الأمير الكويت أمانة ومتمسكون بالديمقراطية. أرى في عيون شبابنا معالم كويت المستقبل، فهم صناع الغد وسواعد الوطن. الأيام المقبلة ستشهد العديد من القرارات والمبادرات التي تضع أبناءنا الشباب على طريق الإنجاز. مخاوف من رد المنازعات وتلويح نيابي بالثلثين. الجراح الجيش جاهز للذود عن أمن الوطن. وإشهار شركة البورصة برأس مال 60 مليون دينار. الخالد الكويت تلتزم بدعم المبادرة المصرية بشأن غزة. أعزائي المشاهدين، هذا أبرز ما جاء في صحفنا لهذا المساء، وننتقل إلى زميلي أبو أحمد محمد الملا والاستكمال برنامج وجه لوجه. شكرا لك أبو عبد الله على سؤاله. ونستكمل أستاذنا الأمير، نقول سؤالنا الأخير
تطلعات الهيئة العامة للزراعة للمستقبل ودور الهيئة العامة للزراعة إن شاء الله. نعم طبعاً الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية صادرة بمرسوم أميري ولها أهدافها كثيرة. هيئة الزراعة ليس فقط مزارع وقسايم وجواخير، ليست هي حديث الساعة في هذا الأمر. هيئة الزراعة تطلعاتها أكبر من ذلك. هيئة الزراعة تحقق تنمية وتطوير القطاع الزراعي سواء كان سمكي حيواني نباتي وفق ضوابط وأسس وفق خطة تنمية أمانة. هناك العديد من المشاريع بمختلف القطاعات السمكية والنباتية والحيوانية في مشاريع مدرجة بميزانية الهيئة ومسجلة في الأمانة العامة للتخطيط وقاعدة تتابع في أراضي راح تعطى للمشاريع هذه. مقبلين على تنمية الكوادر البشرية في هيئة الزراعة وتطويرهم من الناحية المالية ومن الناحية الفنية. الهيئة كشكل عام نهتم في الشباب أمانة، الشباب الحديث التخرج، بحيث أن إحنا نقدر نبلور هذا الشباب فيما أنه يخدم هذا المرفق. هناك العديد من المشاريع مثل ما تطرقت لك، حديقة الحيوان الكبرى، عندنا مشروع الدجاج اللاحم راح يتم افتتاحه بعد العيد مباشرة، عندنا مشروع البوليفارد، هناك العديد من المنتزهات سواء كان في منتزه السالمية أو في منطقة العبدلي راح يتم افتتاحها بعد العيد مباشرة، هناك العديد من المشاريع السمكية أمانة سواء كانت استزراع سمكي في المناطق البرية وقاعدين نحرص الحرص الكبير مع بلدية الكويت إن إحنا نستحوذ على أراضي بحيث إحنا نقدر نحقق مشروع استزراع الربيان في المستقبل القادم. لا ننسى إن الكويت خضرة وراح تبقى خضرة إن شاء الله بجهود العاملين فيها بمختلف التخصصات. ناخذ من شمال الكويت لجنوبها، تتكلم عن حدائق عامة، تتكلم عن طرق سريعة شمال وجنوب الكويت، تتكلم عن شوارع ما بين المناطق. كل هذه الأمور ما أخذينها بعين الاعتبار وفي مناقصات تم توقيعها وفي مناقصات راح يتم توقيعها في المستقبل القادم، بالإضافة إلى أعمال الصيانة اللي قاعدة تتم بالنسبة لهذه الحدائق. أمانة حجم عمل كبير، إحنا راح نطلع عن الخط أو القطار لما يطلع من سكته إحنا لازم نصلح ونعمل بحيث أن هذا القطار يستمر في سكته أمانة لما يوصل للمحطة الصحيحة. راح نرجع هيئة الزراعة لهيبتها لأهدافها للخطة ولبرامجها اللي وضعت لتحقيقها بسواعد العاملين فيها بالشرفاء أمانة الموجودين اللي يحبون مصلحة هذا البلد بحيث أن يحققون كل هذه الأهداف. ما ننظر دائما الشجرة المثمرة تحذف بالصخور، والإنسان اللي ما يحذف إحنا نقول هذا ما يعمل أمانة. فكل ما أسيء للهيئة لن نسمح أن أي أحد يسيء لمرفق هيئة الزراعة لجميع العاملين الشرفاء الموجودين، لن نسمح لأصحاب الأقلام السيئة المأجورة أنها تكتب عن أي أحد في هيئة الزراعة ويغالط. إحنا نطلب منكم عبر قناة الشاهد أن تتحققون من هاي البيانات. أنا شخصيا اليوم حضرت وكلي ثقة ان انا ارد على كل سؤال، واللي نقول لا يبوق لا يعني لا تبوق لا تخاف وامانه واضحين معاكم. ففي ناس تستقل هذه الامور امانه لانها تهبط او انها تقلل من قيمه هذا المرفق وتبعد الهدف الاساسي اللي هو التنميه والاصلاح والتطوير لهذا المرفق. فامانه يعني انا اشكركم على استضافتكم لي اليوم وعطائي الفرصة أن أنا نور المشاهد ونور الشعب الكويتي أمانة لكل الاستفسارات واللقط اللي صارت. المخطئ تم تحويله للتحقيق أمانة ليأخذ إجراءاته سواء كشف عن أوراق سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة، راح يأخذ مجرى في التحقيق. تحولوا الناس للتحقيق اللي أخفقوا في بعض الملفات عدم تواجدها في الأرشيف هم راح ياخذون مجراهم، والإنسان الحسن الصالح يشكر ويثنى عليه والمركب ماشي حلو والهدف منه الإصلاح. أستاذ كم سؤال عبر التويتر وعبر الاتصالات اللي اتلنا، يقول أحد الأخوات تم تخصيص لها قسيمة وتم أخذها بوضع اليد من طرف آخر والجاءوا للمحكمة وخذوا حقهم، لكن للأسف إن هذا الملف ضايع، تلجأ لمنو؟
طبعا في الفترة الأخيرة كثير من المواطنين أمانة يولنا للإدارة يطلبون مصالحهم، تنازل بيع، يبي يسوي كهرباء، يبي يسوي له محاصير، الأمور هذه. فإحنا نطلب ملفات أمانة، في ملفات فقدت غير موجودة، فشكلنا لجنة تحقيق حاليا تحصر لي الملفات، وفعلا في ملفات غير موجودة. يعني الأخت تراجعكم على أساس تثبت حقها؟ أي، فتراجعنا إحنا نقدر بطريقة ما، يعني الملف مو موجود نقدر نشوف عن طريق السيستم إدخال البيانات شنو نقدر نساعدها. تراجع منو؟ تتفضل عندنا في قطاع الثروة النباتية، تروح قطاع أنا حاليا قائمة عليه أيضا، ممكن تراجعنا ونشوف ملفها. ما تقصرين. نعم. طبعا أحد الإخوان يعني يقول كانت الأستاذة نبيلة العلي تسمح بخروج إناث الأغنام وهي ثروة قومية لكل دولة ممنوع إخراجها، أليس للرعي بل تصدير، وكانت تسمح. شنو ردك على هذا؟ ممنوع خروج الإناث بتاتا، ما سمحت طوال العام وغير مسموح. حلو. اللي تطلع الذكور طبعا ولها فترات معينة من السنة، نبعد عن شهر رمضان وما قبل وما بعد. عن المستشار القانوني الخاص برئيس الهيئة السابق الذي أصبح مستشار الخاص وقانونية وجوده ومصاب بالتهاب كبدي الوبائي بالكويت. طبعا كل موظف يعدي 65 لإجراءات طبية مع وزارة الصحة، ومو نبيلة اللي تقول ولا غيرها، ولا حد يجرأ يقول عن هذا الإنسان مريض ولا حتى يأشر عليه، لازم في أبروف يكون من وزارة الصحة عشان يجدد له أوراقه. فإذا هو عنده أي دوكومنتس تقول هذا الكلام خليه يقدم في حق هذا الإنسان المريض، ونشكره أمانة. يعني ينصحنا عدم الاستغلال، مدير مكتبه عليه مخالفة هدر مال عام لأنه يأخذ كادر بيطري ويعمل في النباتية وهذا ممنوع. شو ردك عليه؟ بعد التدوير اللي صار مؤخرا كان لكل رئيس قطاع الحق في أنه يأخذ الجروب اللي هو يشوفه مناسب أمانة، وبعدين اللي بالحيوانية هو بالنباتية، مواقع خارجية يروحون، مناطق نائية يروحون، مواقع استكشافية، فهو يستحق الكادر مدير مكتب لكن يطلع مواقع خارجية أمانة. فمثل ما في مجموعة ظلت في الحيوانية ومجموعة راحت النباتية، فهو يستحق الكادر أمانة، والاستحقاق هذا عن طريق لجنة شؤون الموظفين ومعتمد من رئيس الهيئة. يعني احنا ما فينا نعطي أحد أموال غير صحيحة إلا عبر الإدارة المالية والقانونية. كذا أنا غطيت كل الأسئلة اللي طرحت، وأنا شاكر لك على حضورك وعلى شجاعتك للرد على هذه الأسئلة. أستاذة نبيلة علي الخليل، مدير عام الهيئة العام لشؤون الزراعة والثروة السمكية، شاكر لك على حضورك وعلى حضورك وشجاعتك في الإجابة على الأسئلة. شكرا، حياك الله. يا هلا يا هلا. شكرا لك. أعزائي المشاهدين، وصلنا لنهاية برنامج وجهة لوجه. دعوا الله أن يحفظ الكويت، الكويت أولا، والله يصلح الحال.